معكم هدى صلاح، أنا حاليا في كواليس مسلسل عمود البيت للمخرج غافر الفاضل والكاتبة والممثلة النجمة إسمهان توفيق، طبعا بمشاركة نخبة من نجوم الدراما الخليجية. أمثل في هذا العمل شخصية سكينة. سكينة فتاة كويتية أو بنت كويتية كانت تدرس بلندن ورجعت الكويت، ومن خلال ردتها للكويت راح نشوف تفاصيل وأحداث تعيشها هذه البنت، ويعني راح تكون متشابكة مع خطوط أخرى في هذا العمل. طبعا هذا العمل راح يكون إن شاء الله لرمضان 2018. وعندي عمل ثاني انتهيت من تصويره أيضا، اللي هو مسلسل حبيبي حياتي للمخرج خالد الفضلي والكاتبة والدكتورة فوزية دريع. طبعا شخصيتي في حبيبي حياتي تختلف جدا عن شخصية سكينة في هذا العمل، فأقدم شخصية نورة. نورة تتراوح بين الشر والرومانسية، شلون؟ هذا شيء راح تكتشفونه في مسلسل حبيبي حياتي، احتمال قريبا قبل رمضان يعرض هذا العمل، طبعا بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الخليج بعد. ودائما وأبدا تابعوا أعمالي وكل أخباري على صور الكويت.